لنادي الزمالك، واحنا كلنا مع نادي الزمالك وكلنا في ظهر المجلس اللي جاي، وبقول لابد ان يشارك كل اللي موجودين في الساحه اللي كانوا النهارده، مش بقول متنافسين، بقول انهم موجودين كفريق واحد، انما كل واحد له رايه وله حواره. ووصل للنتيجه ان النهارده الجمعيه العموميه قالت المجلس بالشكل ده، لازم كلنا نحيي الجمعيه العموميه ونحيي المجلس الجديد وكلنا في ظهره، كل واحد بخبراته وكل واحد بافكاره. ودايما انا بقول الحوار المفتوح يصل بالنادي ان شاء الله لاعلى مرتبه رياضيه واخلاقيه وسلوكيه ونفسيه واجتماعيه، اذا الناس كلها اتحدت في خدمه نادي الزمالك وانكار الذات. جميل، كلمه انكار الذات. طيب ايه اللي بينقص نادي الزمالك عشان يرجع مره ثانيه نادي الزمالك اللي الكل يعرفه بقيمته الكبيره؟ ان الاسره بتاعت نادي الزمالك بجميع طوائفها ما يبقاش في خلاف بين اي حد وحد الا اللي بيتجاوز، يبقى في طرق قانونيه لهذا. انما انا بنادي ان الاسره برموزها وروادها وشبابها وسيداتها واطفالها انهم فعلا تعود اسره الزمالك بالسلوك القويم بالسلوك الحسن لاداره نادي الزمالك في الفتره القادمه. واحنا اذا في خلاف بيننا وبين المجلس لابد ان يكون هناك حوار. وحوار مفتوح، الحوار بيوصل دايما لنتائج إيجابية. عدم سماع الرأي الآخر بيوصلنا لنتيجة مش مظبوطة. لازم أنا بقول المجلس موجود حتى لو اختلفوا، إنما الحوار موجود. بنيجي في الآخر إيه؟ الرأي رأي الأغلبية. إذا الأغلبية قالت يمين واثنين ثلاثة قالوا شمال، بناخد برأي الأغلبية والاثنين ثلاثة يدافعوا عن رأي الأغلبية. أنا اختلفت معاك على الطاولة، إنما بره الطاولة خلاص انتهينا، خلاص القرار طلع كلنا. ومن هنا برضو بحيي الكابتن حسين إن شاء الله، يعني ربنا يكرمه ورمز كبير لنا بإذن الله في الفترة اللي جاية، إن القرار نادي الزمالك إن ما كانش هيتنفذ ما ناخدش القرار، إذا هيتنفذ أخد القرار. لأن القرار بغير تنفيذ كأنه لم يكن. يبقى إذن القرار عشان يبقى له قيمة لابد أن ينفذ، وإلا يكون والعدم سواء. تمام، مظبوط. الحاجة الثانية، بوابة نادي الزمالك لها احترامها، بس لها احترامها بإيه؟ باللوائح وليس بالضغط أو الاضطهاد أو لا. أنا غلطت تحاسبني قانونا، إنما ما تمنعنيش من بيتي إلا بعد ما يطلع قرار مجلس إدارة ويتصدق عليه. في الوقت ده تاخد العقوبه اللي هي طلعت. وقال لله حل موجود. مش كل واحد مش كل واحد لا بره الكلام ده خلاص، وبنبص لقدام ان شاء الله. وانا يعني واثق في المجلس الجديد انه بيمد ايديه لكل الناس. من هنا برضو بدعو كل رموز الزمالك ولاعبيه واداريه وجماهيره كل اعضائه انهم يتواجدوا في بيتهم، بيتهم الكبير، الحب الحقيقي هو نادي الزمالك. ده انا شعاري ان الحب الحقيقي هو بيتي نادي الزمالك باعضائه وجماهيره واداريه وفنيه وكل الناس، لان اسم نادي الزمالك ده عدى دلوقتي 110 سنه ولا شيء. لابد ان احنا كل شويه نرفع في هذا الاسم. وانت عارف احنا كلنا مصريين، اذا كان كل نادي بيدافع عن ناديه عشان يصل لمستوى اعلى فاحنا من الباب اول كزملكاويه. وعاوز اقول واطمن الجماهير والاعضاء، الزمالك مليء بابنائه ومليء بالخبرات ومليء بالاساطير ومليء بحاجات كتيره جدا جدا ورموزه. لازم ده كله يطلع للسطح ويطلع للناس عشان خاطر الناس تعرف وتقول ايه حلاوة نادي الزمالك ده بتاريخه القديم. انا بقول من ايام حيدر باشا وما جاء بعد حيدر باشا والكابتن حلمي والكابتن حسن عامر
حسن ابو الفتوح وجلال المصري شار جلال ابراهيم والدكتور كمال درويش والكابتن نور الدالي وكل الموجود محمد عامر وبرضه بقول مرتضى منصور استاذ مرتضى منصور صح. يعني مش جميل دعوه للتصالح والتسامح مظبوط كده لا تهمل كل واحد حط لبنه في جدار نادي الزمالك ما انا بقول إسماعيل. بس في شيء كل من اخطا في شيء مالي صح. انا لا هقول اداري ولا هقول اجتماعي بقول مالي ليه احنا محتاجين كل قرش اذا اتصرف غلط لازم يرجع للنادي اتصرف صح هقول له تعظيم سلام واعتقد النهارده ان الجمعيه رفضت اعتماد الميزانيه وعشان كده الميزانيه هتروح فين؟ الجهاز المركزي هتروح الجهاز المركزي المحاسبات يراجعها ويقول فيها ايه؟ والله اتحولت للنيابه او حولوها للنيابه لازم الناس تدافع عن نفسها والحاجات اللي هم فيها تجاوز تعود للنادي وكأن شيئا لم يكن وتبقى الاسره اسره واحده وما هياش بقى فلان ولا أو لا عاوزين نمشي على خط واحد اسمه خط نادي الزمالك لمستقبل اولادنا واطفالنا وشبابنا والنهارده بحيي كل اللي نزل الانتخابات بما فيهم اللي تحت السن لان دي ذخيره لاداري نادي الزمالك في الزمن الجميل اللي جاي صح ولازم الناس دي استفيد بيها واديها الخبرات سواء في اللجان او عدم اللجان او بالحوار او باسناد مهام معينه لها على اساس ان احنا نكبر قاعده مجلس الاداره وليس يقتصر على مجموعه معينه لان انا بعتبر مجلس الزمالك ده ان شاء الله يبقى مش ممثل ياخد كل اعضاء الجمعيه العموميه يبقى هم مجلس الاداره معاه. انا سعيد جدا بالحوار اللي من القلب ده لا لان انا عارف ان كل كلمه طالعه من حضرتك طالعه من قلبك بحب بكبرياء نادي الزمالك بشموخ نادي الزمالك وده الروح اللي المفروض اللي هتكون موجوده يا كابتن اسماعيل وان شاء الله سعيد جدا. تواجدت في الانتخابات النهارده امتى؟